أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم في جرامر يونت 1. النهاردة هنتكلم عن ماست، وأول استخدام لماست هيكون لإعطاء نصيحة قوية: You must see a doctor. نيجي للاستخدام التاني لكلمة ماست للقوانين العامة. القانون أنا بفرضه على عامة أو مجموعة من الناس، زي athletes في الإكزامبل must get a special heart examination، مش أثليت واحد، لأ، على كل الأثليتس. أوكي، الاستخدام التالت لكلمة must للإلزام الداخلي، لما تلزم نفسك بحاجة فبتقول I must lose weight، أنا لازم أخس. I must hurry to catch the bus، أنت اللي بتفرض على نفسك الإلزام ده. يبقى احنا كده عرفنا إن احنا must للنصيحة القوية والإلزام الشخصي. نروح بقى نشوف مع بعض استخدامات have to و has to. أول حاجة لازم نعرفها في استخدامات have to و has to إن هي للإلزام الخارجي. المدرسة بتفرض عليك حاجة معينة، يبقى have to و has to. المرور بيفرض عليك حاجة معينة، have to و has to. الحكومة أو الدولة بتفرض عليا إلزام معين خارجي، مش أنا اللي بفرضه على نفسي، يبقى إذن هستخدم have to و has to. لكن قبل كده قلنا must للإلزام الشخصي، أنا اللي بلزم نفسي بحاجة، أنا شايف إن هي ضرورية عشان كده بقول must. لكن have to و has to بكرر للإلزام الخارجي. تمام، نقول مثال كده سريع على have to. فبنقول students طلبة have to wear their uniforms، هنا بنلزمهم، مش هما اللي بيلزموا نفسهم إن هما يلبسوا اليونيفورم. برضو لما أقول I have to get a license، يعني لازم أحصل على رخصة to drive a car، أنا مش بلزم نفسي، ده القانون والمرور هو اللي بيلزمني بحاجة زي كده. إذن ده يعتبر إلزام خارجي مش إلزام داخلي. نمبر 3 معانا النيجاتيف بتاع must mustn't، ومصنت هنا معناها ممنوع أو حاجة غير مسموح بيها. يعني إذا أنا لو عملتها مفيش أي مجال للحرية، أنا لو عملتها هيكون في عقاب اللي هو التحريم بالقانون يعني. خلاص، يبقى إذا mustn't معناها الحاجة دي not allowed أو prohibited. في كلمات أول ما بتشوفها تعرف أنت هتستخدم mustn't على طول، زي كلمة can't، not allowed، forbidden ممنوع، prohibited محرم، it's banned. كل الكلمات دي من 1 ل 5 اللي ظهر قدامك ركز فيها واحفظها كويس جدا علشان لما تيجي تحل تعرف إن ده حاجة ممنوعة بالقانون، أنت متقدرش تعملها وإلا هيكون في punishment أو هيكون في fine، يعني غرامة. زي ما قلنا ان النيجاتيف بتاع must mustn't، تعالوا نشوف النيجاتيف بتاع have to has to. النيجاتيف بتاع have to don't have to، والنيجاتيف بتاع has to doesn't have to. ركز على ال don't have to و doesn't have to، الاتنين معنى مش ضروري، حاجة مش ضرورية، في حرية ان انا ما اعملهاش. نقول example كده على doesn't have to و don't have to. فبنقول my mom doesn't have to clean the kitchen، مش ضروري ان هي تنظف المطبخ، as my sister cleaned it. خلاص، يبقى هي في هنا حرية، في مجال للحرية ان هي ما تعملش الحاجة علشان حد تاني already عمل الحاجة. my mom doesn't have to clean the kitchen as my sister cleaned it. طبعا لازم نعرف ان التنسز اللي بنستخدم فيها have to has to. خلاص، فلازم نعرف ان have to و has to دي في المضارع، had to دي في الماضي، will have to دي في الفيوتشر. فلازم ابص كويس قوي على الكيورد علشان اقدر اعرف وانا بعمل choose يا ترى اختار have to ولا has to ولا had to ولا will have to. example
انت بتقول I have to get my driving license today. يبقى انت بتعبر عن الضرورة اللي لازم تحصل النهاردة، ان انت لازم تجيب رخصة القيادة بتاعتك النهاردة، تحصل عليها النهاردة. I have to get my driving license today. لو كانت tense في الباست مثلا مع كلمة yesterday، لازم تقول I had to wait for my dad. يبقى في الباست لازم تستخدم had to، بتعبر عن ضرورة في الماضي. Yesterday I had to wait for my dad. طبعا مع كلمة tomorrow لازم نستخدم will have to، عشان ده في الفيوتشر. Tomorrow we will have to visit our grandfather. Tomorrow we will have to visit our grandfather. طبعا كل حاجة اللي هي النيجاتيف بتاعها تبقى won't have to لو انت عايز تخليها في النيجاتيف. Tomorrow we won't have to visit our grandfather. يبقى خلينا حريصين جدا ان في مضارع وفي ماضي وفي future للفاميلي بتاعت have to. لازم نعرف برضو ان have to ليها حاجة تساوي ليها في المعنى اسمها have got to، و has to ليها حاجة اسمها has got to، نفس المعنى بس ما ينفعوش في الباست. ما فيش حاجة اسمها had got to، لازم تبقى في البريزنت في المضارع. نيجي بقى للبوينت الاخيرة او اللي قبل الاخيرة، نستخدم need to بمعنى ضروري، وفي النيجاتيف تبقى don't need to، وينفع تبقى needn't بس في الحالة دي ما تحط لهاش to. يبقى don't need to لكن لازم ينفع اقول needn't بس. خلينا ناخد example على need to. فبنقول I am late and I need to hurry. انا متأخر ومضطر ان انا ايه، او محتاج ان انا، او ضروري ان انا استعجل شوية. لكن لو قلت we have enough time، احنا عندنا وقت كفاية، فبقول we don't need to hurry، مش ضروري ان احنا نستعجل. ممكن نقولها بطريقة مختصرة we needn't hurry، we needn't hurry. فخليك حريص ان we needn't ما تاخدش to، لكن اللي بتاخد to don't need to او doesn't need to او didn't need to. نقول كمان don't need to، doesn't need to، دول الاثنين دول في المضارع، didn't need to في الماضي خلاص، لكن needn't ما بتاخدش to. اخر حاجه شباب نختم بيها الباست بتاع need to، needed to، وطبعا في النيجاتيف هتبقى I didn't need to. فانت بتقول I didn't need to buy bread as we had enough، احنا انا ما كانش في داعي ان انا اشتري عيش، انت كده ما اشتريتش امبارح، ما كانش في داعي ان انا اشتري. لو قلت I needn't have bought all this bread يبقى انت اوريدي اشتريت، بس بعدها اكتشفت ان انت عندك enough bread. I needn't have plus التصريف التالت I needn't have bought all this bread. لو فيديو النهاردة عجبك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عن طريق انك تدوس على كلمة سبسكرايب اللي اسفل الفيديو، علشان ده هيكون تشجيع وتعضيد لينا ان احنا نكمل. الفيديو اللي جاي هيكون هنحل مع بعض في كتاب الجيم او اي كتاب تاني خارجي. وانت لو عندك اي كومنت او اي كويستشن اكتبه لنا تحت الفيديو او ابعت لنا، وهنحل مع بعض في الوقت اللي جاي حاجات كتيرة، ويا رب يحقق الفيديو بتاعنا أقصى استفادة للكل.